نعيش في أيام مباركات، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. فنحن نعيش في أشهر المعلومات، شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقليل ونقبل على أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، الأيام العشر الأول من ذي الحجة، يعني اليوم 28 ذي القعدة 1439 هجريا، غدا 29، ربما تكون بداية هذه الأيام يوم السبت، ربما تكون الأحد. المهم أننا مقبلون على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. استخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي فرصة عظيمة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم ما لرمضان من فضل ومن خير، ونحن نعلم أيضا ما في العشر الأواخر من رمضان من فضل وثواب عظيم. الله سبحانه وتعالى يعني يقول في ليلة القدر: وما يدور حولها من ليال، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فالعشر الأواخر من رمضان مفضلة بلياليها، وأعظم لياليها هي ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة مفضلة بأيامها، وأفضلها على الإطلاق يوم عرفة. في هذا اليوم يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. في هذا اليوم يجأر الحجيج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع أن يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لهم أمورهم. وحتى من لم يحج إلى بيت الله الحرام يصوم هذا اليوم ويبتهي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام يوم عرفة غفر الله عز وجل له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. إذن نحن مقبلون على أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ما من أيام العمل الصالح فيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العمل الصالح. لم يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا محددا أو عملا معينا، وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح، يعني حتى تشمل جميع الأعمال الصالحة، ما بين ذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة وصيام ومنفعة للناس، كل ما يدخل في مسمى الأعمال الصالحة فينبغي على المسلم أن يقوم به في هذه الأيام. ويأتي على رأس الأعمال الصالحة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يقول فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والحجاج يعني جل عملهم يقوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، ما بين التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو ما بين توحيد الله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فنحن نتشبه بهم في ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى بيأتي على رأسه أو أفضل الذكر قراءة القرآن،
ومن الذكر أيضا التضرع ودعاء الله سبحانه وتعالى، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أن حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فزاد الإمام الطبراني زيادة بسند ضعيف قال فيها، قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني القول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومعروف طبعا حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه يقول جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما، يعني لماذا ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى وأهل المال ذهبوا بالأجر، فقالوا يا رسول الله لأنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم زيادة أنهم عندهم المال فيتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله عز وجل لكم ما تتصدقون به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أويأتي أحدنا زوجته ويكون له أجر، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضع بضعه في الحرام أكان عليه وزن، فقال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر. إذن حينما نقول سبحان الله هذه صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه وما يضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من السبعة الذين وظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني سواء كان رجل أو امرأة، أن كلمة الرجل جاءت على سبيل التغليب، أن المرأة حتى أيضا مأمورة بذكر الله سبحانه وتعالى، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى له ميزة عظيمة، سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله، قال الذاكرون الله عز وجل كثيرا والذاكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمسلم يكثر في هذه الأيام من قول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا سيما هذا الذكر الأخير اللي هو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أن السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جلست في مكان أذكر الله حتى طلعت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم عاد، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا جويرية أما زلت في مكانك حتى تركتك؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فقالت علمني إياهن يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعني سبحان الله وبحمده عدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعني مليارات، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها، منها ما نبصرها ومنها ما لا نبصرها، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني عدد مخلوقات الله عز وجل. سبحان الله وبحمده رضا نفسه. سبحان الله وبحمده زينة عرشه.
سبحان الله وبحمده مداد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بكل هذا الذكر الذي ذكرت به الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات التي جلست فيها من بعد صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس، لو وزنت بما قلتهن لو وزنتهن، يعني لكانت أثقل في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عند خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بيأتي على رأس الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن الأعمال الصالحة أيضا الصيام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، وهذا حديث رواه الإمام النسائي في السنن بسند صحيح. فالمسلم إن استطاع أن يصوم 9 ذي الحجة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه وكرمه ومننه. إذا لم يستطع فلا يفوته صيام يوم عرفة، صيام يوم 9 من ذي الحجة، لأنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام داخل في الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح فيها فهو داخل في الأعمال الصالحة، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم بينه وبين النار 70 خريفا، رواه الإمام مسلم في صحيحه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة أن يحافظ المسلم على صلاة الجماعة، فكونك تحافظ على صلاة الجماعة فالله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الحاج المحرم. يعني الحجاج ذهبوا إلى هذه الأماكن المقدسة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بزيارة إلى المسجد الحرام وحجة إلى بيت الحرام وزيارة لمسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. يلبون ويطوفون حول الكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ويرمون الجمرات، ونحن نتشبه بهم في أعمالهم الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح، ما من رجل يتوضأ في بيته أو يتطهر في بيته ثم يعمد إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله فأجره كأجر الحاج المحرم. يعني حينما تتوضأ في بيته وتأتي إلى المسجد لتصلي فريضة من الفرائض الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الحاج المحرم. ومن خرج من بيته إلى تسبيح الضحى أي إلى صلاة الضحى لا ينهزه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح. إضافة إلى أن من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس كتب الله عز وجل له أجر حجة وعمرة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كتب الله عز وجل له أجر حجة وعمرة تامة، رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل لهم أعمال يسيرة. يعني أنت سبحان الله في جميع أحوالك تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأنت في جميع أحوالك من الممكن أن تصوم كما صمت رمضان، من الممكن أن تصوم 9 ذي الحجة، ومن الممكن أن تصوم يوم عرفة. يعني أعمال يسيرة ولكنها عند الله سبحانه وتعالى أجرها عظيم وثوابها جزيل. يعني إذا أردت أن تنال ثواب الحج وثواب العمرة فمن الممكن أن تنال ثواب هذه الأعمال الصالحة
حينما تقوم بهذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان تكسب من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أن تصوم، أن تحافظ على صلاة الجماعة في بيت الله عز وجل، أن تجلس في مجلسك إن استطعت إلى هذا الأمر، أن تجلس في مجلسك بعد أن تؤدي صلاة الصبح في جماعة وتذكر الله سبحانه وتعالى وتقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين. فأجر هذا العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج وعمرة تامة تامة تامة. هكذا أن تكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني لا ثواب يعدل ثواب ذكر الله عز وجل، كما بدأنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وبيأتي على رأس الذكر قراءة القرآن كما قلنا، وأن تكسر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بأننا مقبلون على أحب الأيام إلى الله وأفضل الأيام عند الله، وأن العلماء عليهم رحمة الله حينما فاضلوا بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة قالوا بأن العشر الأواخر من رمضان مفضلة بلياليها، والعشر الأوائل من ذي الحجة مفضلة بأيامها، وإذا كانت العشر الأواخر من رمضان فضلت بليلة القدر فإن العشر الأوائل من ذي الحجة فضلت بيوم عرفة، هذا اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فالأعمال الصالحة علينا أن نتنافس وأن نتسابق إليها وأن نسارع إليها في هذه الأيام المباركة التي نحن مقبلون عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم في 28 ذي القعدة، أنا غدا 29، ربما تبدأ هذه الأيام يوم الأحد أو يوم الاثنين على حسب. المهم أننا نكون مستعدين لهذه الأيام المباركة بكثرة الأعمال الصالحة ولوضع برنامج عمل عبادي في هذه الأيام لكي نغتنمها، ما بين ذكر الله سبحانه وتعالى وصيام وصلاة ومحافظة على صلاة الجماعة. ومن أعظم الأعمال الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها للآخرين، أنك حينما تصلي فأنت تصلي لنفسك، وحينما تصوم كذلك، وحينما تذكر الله سبحانه وتعالى. لكن أعظم الأعمال أجرا هي الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين، بمعنى الأمور التي من خلالها تدخل السرور على الناس، يعني ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع الهدي للحجاج والمعتمرين وشرع الأضحية للمقيمين. الأضحية فيها من الثواب العظيم والأجر الجزيل لأن فيها نوع من أنواع الإنسانية، حينما تقدمها للفقراء والمساكين إضافة إلى أكلك منها. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له: يا رسول الله، ما أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم بأن تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطلب عنه جوعا. ولا أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها لو أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدقات والكربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم الأمور ومن أعظم الأعمال الصالحة التي
نقدمها لأنفسنا في هذه الأيام المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وبيأتي في هذه الأعمال الصالحة الصدقات والقربات والمنافع التي تدخلها على إخوانك المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وليسر لنا أمورنا ويبارك لنا في أرزاقنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة يرحمكم.